بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الدورة الثامنة العلمية في المسجد الحرام في أحكام الحج ومقاصده، نشارك بعنوان خذوا عني مناسككم. وهذه الجملة أصلها حديث أو جزء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أثناء حجة الوداع، كما جاء في رواية البيهقي خذوا عني مناسككم، وجاء في حديث مسلم لتأخذوا مناسككم، وجاء في رواية أحمد ألا فخذوا مناسككم. وهذا توجيه نبوي من سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام لهذه الأمة أن تكون مناسكها مطابقة لأفعال وأقوال وهيئات وتصرف رسولها عليه الصلاة والسلام، الذي جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لتأخذوا مناسككم. فجابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر جمرة العقبة وهو يقول لتأخذوا مناسككم، يعني تعلموا مني واحفظوا الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات، وهي أمور الحج وهي مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس بعدكم إلى يوم القيامة، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وذلك إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى توديعهم وإعلامهم بقرب أجله عليه أفضل الصلاة والسلام، وحث لهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين كافة ومسائل الحج التي يمارسونها الآن خاصة، لينقلوها للأجيال والأمم اللاحقة لتكون هي طريقتهم في مناسكهم، ولا يدخل فيها التغيير والعبث والتقديم والتأخير، وإنما يكونوا ملازمين لهدي رسولهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد كرر هذه العبارات بألفاظ متعددة في التحلل من الإحرام بالحج إلى عمرة وتحويل الإفراد أو القران إلى تمتع، أول ما وصل الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وقالها في يوم النحر وفي مواطن أخرى. وكان عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على تعليم أمته الخير وأن لا يقع هناك نقص من عبادتهم أو زيادة، النقص خلل وزيادة بدعة، فمن أجل هذا حرص عليه الصلاة والسلام على أن تكون الأمة ملتزمة بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. والمناسك جمع منسك،
والمراد بالمناسك هي الحج والعمرة. فالحج والعمرة هي المناسك وما تشتمل عليه من أفعال أو أقوال أو هيئات أو تصرفات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الحج والعمرة وثوابهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي بسند صحيح. وهذا فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. فالحج ركن من أركان الإسلام، هو الركن الخامس، وهو لا يجب إلا مرة واحدة، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة، بالغ عاقل مستطيع، مع وجود محرم للمرأة. وأما تكراره فليس بواجب، وهذا من سماحة هذا الدين ويسره وفضل الله تعالى على هذه الأمة، حيث لم يكلفهم الحج كل سنة، وإنما جعل الحج مرة واحدة في العمر. وإذا وجد الإنسان فرصة للتطوع والتنفل بحجة أخرى أو ثالثة أو رابعة أو ما شاء فلا حرج عليه، وله أجر ذلك وثوابه، لكن لا يلزمه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه، وهو صحيح. فهذا توجيه نبوي النبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة على أن تلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغلو في دينهم ولا يبالغوا. فإذا أن الإنسان أدى الواجب عليه فقد برئت ذمته، وإن وجد مجالا للتطوع وسهل عليه ذلك فإنه مندوب إليه ومطلوب منه أن يؤدي الحج من غير إيجاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرع الأحكام، وفي ذلك كلام لأهل العلم، لكن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف ببيان الحق للأمة. وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي بسند صحيح. وهذا الحديث يدل على وجوب العمرة أيضا، فهي واجبة وليست من أركان الإسلام، لكنها واجبة وليست سنة. فإن السائل قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالجواب عن: حج عن أبيك واعتمر، يعني أنك تقوم بالنيابة عنه في أداء هذا العمل، ولو كانت غير واجبة لأجابه عن القدر الواجب، لأن أباه لا يستطيع، فيجب عليه بالنيابة حينئذ. كما أن هذا الحديث يدل على جواز النيابة في الحج والعمرة عن الإنسان العاجز عن المشي ونحو ذلك، أو عاجز عن الركوب، أو عاجز عن التنقل،
وذكر بعض أهل العلم أن في هذا الحديث استدلال على وجوب الحج والعمرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال إسحاق والثوري والمزني والناصر. وقد جاء في الجامع الكافي القول بوجوب العمرة عن عدد من الصحابة، منهم علي وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. وورد أيضا عن زين العابدين وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء رحمهم الله. فهذه تدل على أن العمرة أيضا واجبة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني وابن حزم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمرة تطوع. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال ذلك الحافظ. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال الشارح: وفيه إشارة إلى وجوب العمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث، وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. فهذا تنبيه أو نص واضح وصريح على أن الحج واجب على المسلم القادر بشروطه التي ذكرناها، وأن العمرة أيضا واجبة حيث قال: وتحج البيت وتعتمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلا عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود. فهذا الحديث يدل على مكانة العمرة وفضلها، وأنها كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرى، وعلى عظيم أجر الحج السالم من النقص والخلل والزيادة، وهو الحج المبرور الذي ليس فيه زيادة وليس فيه نقص. وجاء في وجوب الحج على الفور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد بسند حسن. فهذا الحديث يدل على الحث على الاستعجال في أداء الفريضة من الحج، لأن الإنسان قد يعترضه ما يعيقه عن أداء النسك، فينتهز الفرصة أول ما تسنح له أن يبادر بأداء الحج، ولا يدخل عليه باب التسويف ويغتر بصحته وشبابه، فيظن أنه سيستمر على هذه الحال وهو لا يدري ما يعرض له. قد يعرض له المرض، قد يعرض له الشغل، قد يعرض له العائق العام أو الخاص ونحو ذلك. كما جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أو أحدهما عن الآخر، يعني عن عبد الله أو عن أخيه الفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يعرض المريض وتضل الراحلة وتمرض الحاجة وتعرض الحاجة. أعيد القراءة: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وهنا يذكر في هذا الحديث الأمور التي قد تعرض وهي كثيرة للناس. فالإنسان الصحيح قد يمرض، والإنسان الذي عنده راحلة قد يفقدها، أو تضل وهي معه وتعرض له الحاجة فينشغل بأمور لا يستطيع التخلص منها تعيقه عن حج. فهذه كلها من العوارض التي تعرض الإنسان، وغيرها كثير، وفي زمننا هذا أكثر من الموانع والعوائق. فيبادر الإنسان لأداء النسك. وجاء في وجوب الحج عن الإنسان المعظوم إذا أمكنته الاستبانة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه الحج، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحج عنه. رواه الجماعة. فهذه امرأة من خثعم جاءت تسأل عن حال أبيها الذي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يستقر على الراحلة، لا يتمالك أن يستقر على ظهر بعيره، فيصعب عليه أن يسافر الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أن لها أن تحج عنه بالنيابة عنه. وهذا حديث صحيح رواه جماعة. وجاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم قالت: إن أبي كبير وقد أفندى وأدركته فريضة الله في الحج لا يستطيع أداءها، فيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وهو أحمد والترمذي وصححه. وهذا هو الحديث السابق بلفظ آخر. فهذا دليل على صحة النيابة في الحج عن الإنسان العاجز عن أدائه بنفسه، وهو قادر بماله أو بولده أو نحو ذلك. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه بسند صحيح لغيره. فهذا دليل على صحة النيابة عن الغير، سواء كان النائب رجلا أو امرأة، فيجوز أن ينوب الرجل عن المرأة وتنوب المرأة عن الرجل. وقوله أنت أكبر ولدي دليل على أن المشروع أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده، وهذا ليس من باب الإلزام، وإنما هو من باب الاستحقاق والأولوية. فلو تشح الأولاد فإنه يقدم الأكبر منهم، لأنه هو الذي ينبغي أن يتولى أمور والده ويقدم على غيره في ذلك. وقوله فالله أحق بالوفاء دليل على أن حق الله تعالى مقدم على حق الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس، وقيل هما سواء. والذي عليه كثير من أهل العلم أن حق المخلوق مقدم على حق الله تعالى فيما يتعلق بالديون، فإذا تشاح دين لله ودين للآدميين فيقدم دين الآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في الحج أنه يعتبر فيه الزاد والراحلة، وهو النفقة التي ينفق بها الإنسان على نفسه من حين مغادرته لأهله إلى أدائه المناسك وعودته إلى أهله.
وقد جاء في هذا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث قال عنه الحاكم إنه صحيح على شرطهما. فالإنسان يحرص على أن يؤدي النسك إذا توفر شرطه وهو وجود النفقة، وأما من ليس عنده نفقة ليس عنده راحلة فإنه لا يجب عليه، لأن الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا. ثم في هذا الباب ذكر مسألة ركوب البحر لأجل الحج عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما، وقال عنه إنه منكر. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يحرص على ركوب البحر إلا إذا كان في مثل هذه الأعمال الجليلة، وهي الحج أو العمرة أو الجهاد في سبيل الله تعالى، فإنها أعمال تقرب بها إلى الله من أجل الأعمال الصالحات. ويشترط للمرأة في الحج والعمرة وكل سفر وجود محرم لها، فالمرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلق فحج مع امرأتك. صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم، وفي رواية: مسيرة ليلة، وفي رواية: لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود: بريدا وهو شاذ. تكلم العلماء على هذه المسألة وهو تحريم سفر المرأة، وهو أنه الأدلة تدل على منعها من السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على كل سائل بما سأل عنه. فمن سأل عن ثلاثة أيام ذكر حاله، ومن سأل عن يومين ذكر حاله، ومن سأل عن يوم وليلة ذكر حاله. قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. يقول ابن التين: وقع الاختلاف في مواطن بسبب السائلين. قد ورد في حديث ابن عباس عند الطبراني ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظ: لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم. يقول الشارح: وهذا هو الظاهر، عن الأخذ بأقل ما ورد، لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى، والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه، لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر. وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل بمفهومه
على أن ما دونه غير منهي عنه، والنهي عن الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم. قال في الفتح: ضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فتخرج بالتأبيد أخت الزوجة والعمة، وبالمباح أم الموطوعة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة. واستثنى أحمد الأب الكافر فقال: لا يكون محرما لبنته المسلمة، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج مع امرأتك، في دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم. قال في الفتح: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد، وهو وجه عند الشافعي، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض. وقد استدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال: وجه للشافعي وهو الأصح عندهم. إذا عرفنا هذا، فهل للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه؟ ذكر العلماء حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدارقطني وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة، بسند صحيح. فهذا دليل على أن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة عن نفسه، سواء كان حجا أو عمرة. فإذا حج عن نفسه له أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه له أن يعتمر عن غيره، وأما قبل ذلك فليس له. وأما حج الصبي فإنه يصح قبل البلوغ، ولكنه لا يجزي عن الفريضة ويكون يعتبر نافلة. فمن شرط إجزاء حج الفريضة وإسقاطها أن يكون بالغا وعاقلا، وأما لو كان صبيا فإنه يصح الحج منه نفلا، كما تصح الصلاة منه نفلا في سن التمييز، ولا تجزئ عن فرض. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي بسند صحيح. فهذا دليل على صحة حج الصبي نفلا لا فرضا، وهذا دليل على أن هذا الصبي صغير حيث أن أمه رفعته، فهذا دليل على أنه قد يكون رضيعا أو قريبا من ذلك. ومع هذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم الحج منه، لكنه لا يجزئ كما سيأتينا في حديث أخرى أنه اشترط أن يكون بالغا. وعن السائب بن يزيد قال: حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي. وعن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. فهذا دليل على صحة حج الصبي، وهذا يدل على أنهم لا يحسنون التلبية ولا يطيقون الرمي لصغر سنهم وضعف إدراكهم. وجاء عن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا، وإسناده ضعيف، لكن هذا لا يدل على إجزائها لو أنه بلغ الصبي أو عتق العبد. فالعبد إذا حج وهو مملوك
قبل أن يتحرر فإنها تصح منه نافلة ولا تجزئ. فإذا تحرر وعتق فعليه أن يحج حج الفريضة، كما أن الصبي إذا أنه بلغ فإنه تجب عليه الفريضة، وإذا مات قبل بلوغه فإنه لا يجب قضاء حج عنه. إذا عرفنا هذه المسائل فننتقل إلى المواقيت المكانية للإحرام وصفة الإحرام وأحكام الإحرام. جاء في المواقيت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. صحيح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما هل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. زاد أحمد في رواية: وقاس الناس ذات عرق بقرن. إسناده صحيح. هذه الروايات كلها تدل على المواقيت المكانية للحج. فمكة شرفها الله محاطة بالمواقيت من جميع الجهات، بحيث أن الإنسان إذا أتى من أي جهة فإنه يمر بواحد من هذه المواقيت فيحرم به قبل أن يتجه إلى مكة، بمعنى أن الإنسان يتهيأ ويغتسل ويتنظف ويتطيب ويخلع ملابسه المخيطة ويلبس ملابس الإحرام ويلبي بالحج في هذه المواقيت المكانية. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وهو يبعد عن المدينة 7 أميال، وهو أبعد المواقيت عن مكة، قرابة 400 كيلو. وأهل الشام ومن جاء من جهتهم يحرمون من الجحفة، وهي قرية بجوار رابغ على بعد 170 كيلو عن مكة. وأهل نجد بقرن المنازل الذي يسمى الآن بالسيل، وهو يبعد 80 كيلو عن مكة. وأما أهل اليمن فيحرمون من يلملم، وهو يبعد عن مكة حوالي 120 كيلو، ويسمى الآن بالسعدية. الرسول عليه الصلاة والسلام نبه إلى مسألة مهمة وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو لمن كان يريد الحج والعمرة. فالإنسان الشامي إذا جاء من طريق المدينة يحرم من الجحفة، يحرم من ذي الحليفة ولا يحرم من الجحفة، وصار ميقاته ميقات أهل المدينة. والإنسان إذا كان من أهل اليمن وجاء عن طريق الطائف فإنه يحرم إذا مر بقرن المنازل ميقات أهل نجد، ولا حرج في ذلك، وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده. وقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، معنى هذا أن من كان لا يريد الحج والعمرة أنه لا يلزم الإحرام، فيدخل وهو غير محرم ولا حرج عليه، لأنه لا يريد مكة لأجل حج ولا عمرة، لم يأتيها لأجل النسك. وأما من كان منزله دون هذه المواقيت، بمعنى أنه كان مثلا منزله بعسفان، فإنه يحرم مكانه، أو كان مسكنه بخليص يحرم مكانه،
من عند أهله، أو كان مسكينه من أهل الزيمة فيحرم منها، وهكذا بقية المواقيت، المناطق التي دون المواقيت وقبل مكة يحرمون من منازلهم فيحرموا من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها في الحج. فأهل مكة إذا كان يوم التروية يحرمون بالحج من منازلهم، وكذلك من جاء إلى مكة لأجل العمرة وأدى العمرة وتحلل منها وانتظر الحج، فإذا كان يوم التروية يحرم بالحج من منزله، ولا يلزمهم أن يرجعوا إلى المواقيت التي سبق أن أحرموا منها بعمرة. وأما من أراد عمرة وهو بمكة فلا يحرم من منزله، بل لا بد أن يخرج إلى الحل كالتنعيم أو غيره من الجهة الأخرى مما هو خارج حدود حرم مكة، فلا يحرم من داخل الحرم بالعمرة، وأما بالحج فيحرم من داخلها لأنه سيخرج إلى الحل يوم عرفة. وجاء عن ابن الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة من ذو حليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم، وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. مهل أهل العراق ذات عرق، ذات عرق هي شمال قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة مسافة قريبة من 80 أو 70 كيلو. وورد في بعض الأحاديث أن الذي حددها هو عمر رضي الله تعالى عنه لأهل العراق. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال هل فرغت؟ قلت نعم. قال فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه. هذا الحديث ينبه إلى أن أمرا حصل لعائشة رضي الله عنها عندما جاءت محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي لنا مزيد التفصيل له، محرمة بالتمتع، ولما قربت من مكة جاءتها الدورة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت نفست. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء قد كتبه الله تعالى على بنات آدم، وأن عليها أن تعمل ما يعمل الحج غير أن لا تطوف بالبيت. فلما طهرت، وكان ذلك في أيام منى، عملت المناسك كلها، ثم لما انتهوا من منى وخرجوا لأجل طواف الوداع استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل وهو أقرب شيء إليها من في مكانهما وهم بالمحصب، فخرجت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة وأدتها. هذه العمرة هل هي سنة مرغب فيها أم لا؟ لا، ليست مرغبا فيها، لكنها جائزة بدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ألحت عليه، ولا يرغب فيها، لكنها لو وقعت فهي جائزة وصحيحة إن شاء الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث ضعيف، لهذا لا نعلق عليه بشيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله
الدخول إلى مكة، وساق حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وهذا دليل على أن دخول مكة لا يجب أن يكون بإحرام، وإنما يصح من الإنسان بدون إحرام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة عام فتح مكة دخل في رمضان وهو غير محرم ولابس عمامة سوداء بغير إحرام، كما أنه جاء عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة عام الفتح غير محرم، لأنه غير قاصد للحج وغير قاصد للعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل حيث رخص الله تعالى له بقتاله وقتله، وأن الله أذن للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لغيره، فدل على عدم جواز القياس على هذه الحال. وأما الأشهر الحرم فقد جاء فيها، وأما أشهر الحج وليست الأشهر الحرم، أشهر الحج جاء فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وكذلك عن ابن عباس. فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يشرع للإنسان أن يحرم في رمضان للحج أو في شعبان، وإنما الإحرام بالحج يبدأ من يوم عيد الفطر في شوال وفي ذو القعدة وفي ذي الحجة، عشر ذي الحجة الأولى، هذه هي أشهر الحج. ويكره للإنسان أن يحرم بالحج قبل هذه المدة. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه البخاري. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر على الحج في السنة التاسعة أرسل إليه بأن يؤذن في يوم العيد بالحجاج أن لا يحج في الأعوام القادمة مشرك، وأن لا يطوف بالبيت إنسان عريان. وهذا تنبيه على منع آثار الشرك والكفر وعادات أهل الجاهلية من ممارستها، حيث أن مكة صارت منزهة ومصونة من آثار عبث أهل الجاهلية وخرافاتهم وفسادهم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين جمرات في الحجة التي حج فيها وهي السنة العاشرة، فقال للناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. هذا دليل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر.
وهذا تنبيه للناس بأن تمام أعمال الحج يكون فيه أو الإشارة بالأكبر إلى ما دونه من الأصغر، وهو يعني به العمرة. وأما العمرة فإنه يجوز للإنسان أن يعملها في أي وقت شاء من السنة، وقد جاء في هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من حديث الموافق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. فالعمرة تجوز في أي وقت من غير تحديد زمن لها، ولكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر ذي القعدة أربع عمر. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: في كل شهر عمرة، وهو موقوف وسنده ضعيف. وقوله عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا دليل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة من حيث الثواب، لأنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض عن الحج للإجماع على ذلك، وأن العمرة لا تجزي عن الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يأتي بعمراته في شهر ذي القعدة وأشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار في أشهر الحج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يصنع من أراد الإحرام بذكر شيء من السنن والأعمال التي يعملها من يريد الإحرام. فالإنسان المحرم يتجرد من المخيط ويغتسل ويقلم أظافره ويزيل الشعر المطلوب إزالته كقص الشارب. وذكر عددا من الأحاديث التي تبين بعض الأحكام المتعلقة بحال الإحرام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجهما البخاري ومسلم. هذا دليل على أن الإنسان يشرع له أن يعمل وقت الإحرام أعمالا من خلع ملابسه والاغتسال وتقليم الأظافر وإزالة الشعر المطلوب إزالته والتطيب. ولو كانت المرأة حائضا أو نفاسا فإنها تعمل هذه الأعمال غير أنها لا تتطيب بطيب تخرج رائحته وتفتن بالمرأة. يلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويتزر بأحدهما ويلتحف بالآخر يكون رداء له، يتجرد من المخيط ويلبس نعلين ولا يلبس الخفين. في رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. واستدل بهذه الحديث على استحباب التطيب عند الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام، وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه، وإنما المحرم ابتداؤه بعد الإحرام. بعد أن يحرم الإنسان لا يجوز له أن يمس الطيب، لكن قبل الإحرام يستحب له أن يتطيب. وجاء عن ابن عمر في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. بمعنى أنه لا يلبس الإنسان
الخف الذي يغطي القدم ويغطي الكعب، فإذا لم يجد نعلا يلبسه فإنه يقطع الخفين أو يثنيهما كما هو الحال، بحيث يكون مؤخر الخف تحت قدمه لا يكون ملاصقا لكعبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجاه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ويصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه البخاري. هذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، لكن من أين أهل؟ بعضهم قال إنه من المسجد، بعضهم قال عندما ركب الناقة، وقال بعضهم إنه عندما على البيداء. والصحيح أن هذه كلها صحيحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عندما كان بالمسجد واطلع على ذلك الناس الذين كانوا قريبا منه صلوا معه، ولما على ناقته هل ثانية فسمعه أناس آخرون ورووا ذلك، ولما على البيداء سمعه آخرون وهو يهل ليعلم الناس الإهلال، لأن كل منطقة كان فيها قوم ليسوا مع من سبقهم. وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الكثير من أهل العلم. وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، يعني في المسجد، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع بذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلى، وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين على شرف البيداء. رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منهم مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. فهذه كلها صحيحة، وهو تكرار من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، فبأيها أخذ الإنسان أجزاءه ذلك وصح منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.